مرحبا بكم على قناة خالد با يوسف. اولا وقبل كل شيء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم جينا نناقشوا الانتدابات ديال الرجاء البيضاوي. احنا كجمهور ماكشي كنهضروا كواحدين اللي باغيين يناقشوا التاكتيك ولا التكنيك، المهم احنا دابا كنناقشوا كجمهور. هل يعقل السيد زيات، هذا ميساج للزيات، هل يعقل انك بعتي بانون وعمرتي الخزينه بالملاير؟ واش انك ما تشوفش شي لاعب اللي غادي يعوضو؟ ما تشوفش شي لاعب، لان لي بوست بزاف ناقصين في الرجاء البيضاوي خص لي يعوضهم. واش يعقل ان العرجون تكيتو عليه العام كامل، تفرعتو ليه الركبه ديالو وشفنا انه ما قدرش يكمل؟ الكواليس كتقول هادشي لينا، قبل كنا كنتاقدو السلامي كنقولوا علاش ما خرج العرجون، علاش خرج ميتولي، دابا عطانا علاش خرج العرجون، لان الركبه ديالو مصاب وخاف ان الاصابه تزيد، وهذا ماشي مشكل. يعني واش ما كيفكرش الزيات انه يسد هاد الخصاص فالكثير ديال لي بوست، خاصه الا كنتي فريق كبير بحال الرجاء البيضاوي وكتنافس على بزاف ديال الواجهات، على البطوله، على كاس العرش، على ابطال افريقيا، على كاس العرب، زعما راه ما خصك واحد الترسانه، واحد الترسانه بشريه. بزاف ديال الناس قالوا ان هذا المكتب عراتو كورونا، زعما عرات هذاك ديالو، وبينات انه كان معول على الجماهير، على المدخول ديال الجمهور. ولو ان المدخول ديال الجمهور ما كاينش، ما نساوش ان الثمن باش تبع بانون راه نشط الخزينه، وداكشي اللي شدوا في النصف ديال ابطال افريقيا وديال داكشي شدوا في البطوله، وزعما بزاف ديال الحوايج. هادشي ما يخليكش انك تنعس وتقول ما غاديش ندير حتى شي انتداب، ولا جبنا انتداب من فرق مغموره. ما تنساوش ان وجده وبركان والمحمديه دارت انتدابات وازنه، ماشي ما غاديش نقدروا نقولوا انهم غادي ينجحوا 100%، وانما نقدروا نقولوا انهم داروا انتدابات في المستوى. كيفاش غادي تبقى محافظ على القيمه ديالك والمركز ديالك وفرق بحال هادو كيديروا انتدابات عالميه كبيره، كيجيبوا لعابه دوليين، وانت ناعس ما فهمناش زعما اش باغي دير؟ وما نساوش ان بانون سمح في 200 مليون من الفلوس ديالو من اجل الفريق، هذاك هو اللي نقدروا نقولوا انه كيعشق الفريق ديالو، هذاك هو اللي كنقولوا كيضحي. ونجيو للمتولي اللي ما كثرتش لا 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 الواجب الشهري ديالو، لان قال لهم المستحقات ديال اللاعبين غنعطيه 50%، و 50% نشوفوا في الاسابيع القادمه. يعني ملي كتشوف لعاب كيضحي وما مخلصش وهذا وما عمره خرج ودار نقابه اللي كانت كدار من قبل، كنا كنشوفوا نقابات من قبل غير ما كيتخلصوش، كينوضوا لا حسبان لا بودريقه لا هذا. شفنا هاد اللعابه انهم منضبطين، انهم بغاو انهم يعطيو بزاف لهذا الفريق، تحيه لهم. نجيو لبوطيب، بوطيب بزاف كينتقدوا وبزاف هجموا عليه في الكونت ديالو ديال الانستغرام، كنقول لكم عيب وعار ان نمشيو نقولوا لواحد يعطيك اكثر من داكشي اللي عنده. السيد داكشي اللي عنده اش بغيتو يدير لكم؟ داكشي اللي عنده كيعطي. للاسف ان بعض الناس اللي ما فاهمينش في كره، غير عارفين غير السب والشتم، هجموا عليه لدرجه انه سد الكونت ديالو. داكشي ما كناش باغينو. لعاب كاين اداره تقنيه، الا ما عجبهمش غادي يسرحوه، اما يبيعوه، اما اعاره، اما يشوفوا فين يدوزوه. ولكن انت كجمهور عيب وعار انك تدخل وبدا تسب لعاب اللي داكشي اللي عنده كيعطيه، ما كيبانش. بوطيب كيبان لي راه في لي ماتش انه داك كيعطي 100% من داكشي اللي عنده. للاسف الاصابات ما عنده كيدير لهم. واش هو كره؟ واش كره انه يلعب عام كله بدون اصابات؟ المشكل ديال هذا اللاعب هو الاصابات. الزيات خصو يعرف ان الجمهور بغى انتدابات وازنه وبغى ان اللعابه يشدوا المستحقات ديالهم، هكا باش الفريق غادي يزيد لقدام. ما يمكنش انك تنافس على واجهات واللعاب ما مخلصش، ما يمكنش انك تنافس على واجهات وانت لاعب 11 لعاب. اي بوست تقاس شي واحد فيها كيخرج كتدخلنا شي واحد عاها، كنقولها بحال نقا ولا بوحدو كيلعب صافي، راه ما كاينش البديل، ما كاينش البديل، اش غتدخل؟ انت دوكا خاويه، لان قالوا لنا حتى السلامي عطاه الشروط، من الشروط اللي عطاه هو انه يدير انتدابات. اللي كيتحمل المسؤوليه في هذا الشيء هو المدير التقني، يعني خص تكون عنده واحد النظره ثاقبه في البطوله وخارج البطوله. علاش؟ لانك تجيب لعابه اللي يقدروا يعطيو اضافه للفريق ولو انهم كبار في السن، في السن الا ان الخبره ديالهم تقدر تفيد الرجاء البيضاوي. كاين لي بوست اللي فارغين في الرجاء، اللي خاويين. بوست ديال الاضيره بجوج راه ناقصين في الرجاء،
يعني خصنا جوج اللي غادي تجيبهم اللي غادي يعطيو الاضافه. علاش ما تجيبش ديال اكادير اللي داز بركان البعد دي؟ على فيك انت، علاش ما تجيبش اظهره اللي يقدروا يعطوك اضافه اظهره وازنه وباقل الاثمنه، راه تبعو باقل الاثمنه. كدورين تعيو تجيب ناشئ افريقي بثمن خيالي وتجيبو راه ضعيف، كتلقى لاعب وطني ولا لاعب في البطوله. وثاني حاجه انك كتفرط في، انا كنهضر زعما على الاداره بصفه عامه، كتفرط في ابناء المدرسه. شفنا كيفاش كيستافدوا الفرق الاخرى منهم. ابن المدرسه علاش ما ديرليش كونطرا؟ علاش ما تسنيش معاه وتطلقوا اعاره حيت يرجع الى ما عجبكش تما بيعو؟ العكس، كتلقوهم حيت كيمشيو كيديروا بلاصتهم في فرق اخرى، وفي الاخر كيجي ماركي عليك وتقول هذاك ابن المدرسه. لا، ماشي ابن المدرسه مادام انت فرطتي فيه. واحد الفيديو كان عجبني شفتو ديال مدران، هو كيلعب مع اللعابه. هكاك خص تكون العلاقه بين الرئيس وبين اللاعبين، ماشي ان ينزل المستوى ديال انه يتدصر معه، وانما شكون واحد العلاقه ديال الصداقه بيناتهم باش تفادوا داكشي ديال النقابات وديال هذا وديال يتجمعوا ويقولوا لا عطينا خلصنا ولا ما نزلوش نترينيو، وما بغيناش نوصل لذاك المستوى. وباش ما نوصلوش خص الرئيس يقوم بالواجب ديالو، هو انه يجيب لنا لعابه وازنين، هو انه يخلص اللعابه في الواجبات ديالهم، وتما نطالبوا باللعاب انه ينزل ويحرث معنا التيران. اما دابا اللعاب ما مخلصش وكتطلب منه انه يعطيك اكثر من جهده، وكتدخل عنده الانستغرام وكتسب، واش بغيتي يدير هذا؟ اخر وغادي يسد الانستغرام ويمشي تكونسونطرا مع راسو ويفكر انه يخرج من هذه الفرقه ويطلب انه يمشي لاي فرقه كانت. هادشي اللي ما بغيناش انه يكون. بحال بوطيب، بوطيب ما تعرفش القيمه ديالو تيلعب ضدك، عاد تعرف القيمه ديال بوطيب. شحال من لعاب كيلعب معاك وقتاش كتعرف الوزن ديالو والثقل ديالو فاش كيلعب ضد ليكيب ديالو، تما كيعطي وكيبان انه كان معانا وكان كيحرس التيران من اجل هذا الفريق هذا. نرجعوا للسفري. السفري كنعرفوا ان لاعب سابق وعنده خبره ومارس في قطر، مارس في بزاف ديال البلايص، والرجا في حاجه ليه. ولكن هو ملي طلب الاستقاله قال لهم ان سبب الاستقاله هو الوفاه ديال الام ديالو، وطلب انه يمشي باش يرتاح ذهنيا ويقدر يرجع. وانا كنقول لكم غادي يرجع 100%، لان الرجاء ما دارت فيه غير الخير، وهو اعترف بها وقال ان الرجاء غادي تبقى احسن محطه دوزها في هذه المهنه ديالو ديال التدريب اللي مبتدئ فيها، وكنتمنى له التوفيق. نقدر نقول لكم هو اصعب سنه كرويه في تاريخ البطوله الوطنيه هي هذه اللي غادي نشوفوا دابا. ان ملي كتشوف دوك الانتدابات ديال الفرق الاخرى، الفرق اللي كانت كتنشط البطوله، كنتنبأ لهم انهم غادي يسيطروا وغادي يدخلوا بقوه. يعني الميزان ولا كيفاش كنا كنشوفوا الفرق غادي تتغير. ملي تسمع وجده غادي تعرف انها وجده ديال البوصوفه ديال اللعابه الكبار اللي انتدبت. ملي كتسمع بركان تسمع راه النجوم، جمع النجوم ديال البطوله. ملي كتسمع هذا الشيء اللي كنقولوا للزيات انه يجمع اللعابه اللي في المستوى، راه كتجمع التخت في التالي غادي ماشي بيمكنش انك بعتي بانون، ولو ان وي مزيان داك الشيء باش بعتي راه عمرتي بها الخزينه. ولكن ومن بعد غادي نشطوا البطوله، من بعد غادي نخسروا عاود مع المصريين. هذا الشيء اللي ما بغيناش. بعتي لعاب، قلب على لعاب غادي يبلاصيك داك البوست، مايمكنش انك تبيعو تبقى كتشوف السما، ولا طلع لنا واحد ضعيف ولا كما قالوا شي متر ناجور ما عرفش المستوى ديالو ما تفرجتش فيه. المهم انا كنوصل صوت للجمهور، الجمهور بغاو اللعابه يتخلصوا، بغاو انتدابات في المستوى، بغاو الرجاء انها تبقى فريق العالمي. اذا وصلنا لاخر هذا الفيديو، بغيتكم انكم تعطيونا الاراء ديالكم في لي كومونتير، واذا كاين شي جديد نتناقشوه علاش لا. تحيه لكم، اللي بغى شي فيديو ندير عليه الرياكسيون ولا نتناقشوه دخل عندي الانستغرام اللي هو هذا. تحيه لكم، السلام عليكم. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.